شكرا للزميل هشام الخرسي. سيداتي أنساتي سادتي عشاق أكبر المواعيد الكروية الأوروبية أينما كنتم طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يا عيني على هذه القمة النارية، هذه المنازلة المسلسلة والقوية بين عملاقين عريقيين تاريخيين ومجيدين. نحكي يا سادة على برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2021-2022 على أرضية ستاد الكامب نو. 11 لقب فوق الميدان من فضلكم، 6 للبافاري الناري و5 للكتالوني المتحدي. أول مباراة للبارسا أوروبيا فيما يسمى بعهد ما بعد الأرجنتيني، ولكن بذكريات روبرتو وأنتونيو رونالدو كومان أمامنا 58 عام. هل سيكون حديد نادي برشلونة في ظل هذه النجوم العالمية؟ وفرانكي ديونغ حكم المباراة الإنجليزي أمامنا ميكائيل أوليفير يعتمد أولى البطاقة أمام الكرة. يوزع الهولندي وكرة بالرأس ثاني إلى جانب منتخب هولندا، وكرة كرة لكوريتسكا والمخالفة للبافاري. ليفاندوفسكي يتحسن، ليروي ساني يسدد ليفاندوفسكي وروخو يلعب بالنار. الأوروغواني يكسب المخالفة، هذه المرة مرت بسلام على المدافع الأوروغواني أروخي. كورة وبافار الراية على العملاق الهولندي لوك ديونغ. هذا هو، وهذه كورة غوريتسكا الدورة للبيوزة والتسويب من روبرتو. يسارية روبرتو خارج الميدان. غوريتسكا سال هذه كورة مدريد 1-1 وصاني التسويب رايع تيرشتيغن. ومن يعرف الألمان أكثر من تيرشتيغن الآن كتالوني بافار يوزع غوريتسكا وتغطية دفاعية من فرق هذه المباراة من مدرجات ملعب وتسويب من موسيالا وهذه خطورة انفيس ديباي بالرأس أروخو بالرأس الأوروغوياني يوزع وهذا منفيس ديباي ديفيس ليفاندوفسكي والراية على البولندي رايان روبرت ليفاندوفسكي ميلر جول ميلر جول البافار الناري من جديد يضرب في قلب برشلونة في هذا الملعب. اللعبة لعبته والبيت بيته مثل البارح مثل اليوم. البايرن من أجمل ما يكون. هذه الكرة الألمانية يا سادة يا كرام حارقة على الفرقة الكتالونية. كبير الألمان يدمر الإسبان، بايرن الفنان. كرة تصطدم بجيرار بيكي، تير شتيغن ما فهمهاش يا ولدي ما فهمهاش. الماكينة البافارية لا تغيرها السنين، دائما رهيبة وقوية. افرح يا توماس ميلر صنيع راوغ صنيع عدى مرات أكثر من خسارته أمام أي فرقة. يلبع يوزع وفي ديفيس في منطقة الجزاء. جيت في وقتك يا حبيبي. إذن ميكائيل أوليفير يعلن نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ على برشلونة بهدف لصفر. لكم مشاهدينا الكرام مني أجمل تحية في انتظار العودة بكم عند ضربة بداية الشوط الثاني. لمتابعة أطوار الشوط الثاني من قمة ديباي. فرنسي على اليمين. كوميكانو بالتصدي والتسويب من بوسكيتس والركنية كتالونية. قطر
دافيد ألابا لريال مدريد، تريع من ديفيز، ديفيز وهنا شنو هذا؟ شنو هذا يا ساني؟ ليفاندوفسكي شنو هذا؟ والارض جول ليفاندوفسكي جول ليفاندوفسكي جول ليفاندوفسكي جول. هذه هي الماكينة البافارية، نارية نارية يا حبيبي نارية، كيما البارح كيما اليوم. البايرن يا سادة من أجمل ما يكون، الماكينة البافارية نارية. ليفاندوفسكي هدف العادة يا سادة، شوف كرة جمال قوية بكل الدلال، وليفاندوفسكي جلاد الجلادين بالنار يا حبيبي بالنار، جمال جمال بكرة الخيال بكرة الدلال. وليفاندوفسكي بالثنائية البافارية، برشلونة ينهار داخل الديار والأرض تخون أصحابها إلى حد هذه اللحظات. هذا هو يا سادة بايرن ميونخ بالفرحة. اللاعبون الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف تشكيلة رونالد كومان، وهذا هو جافي. ما هذه السهولة، وهذا ديفيس اختراق والتوزيع تير تغطية في الوقت بنجامان بافار، وصول ميلر ميلر ليوزع كوتينو، التصوير بعيدة. بايرن ميونخ جمال موسيالا يغادر، وين ضاعت كورة؟ تعدي من دمير ولا الركناية؟ جنابري جنابري لمسية في مكان لجوردي ألبا. هذا هو ديباي يشارك المرة الأولى مع برشلونة. ليخاندرو بالدي كوتينو ودي بالدي يوزع، شنو هذا؟ ليفاندوفسكي جول ليفاندوفسكي جول ليفاندوفسكي جول. استعراض هجومي بافاري، بايرن ميونخ الناري يعاقب برشلونة بحيرة بحيرة للحارس تير شتيغن. هذا هو يا سادة بايرن العادة، لا يسامح برشلونة بالمرة ويكسر الجرة. قاسية قاسية الكرة على الزعيم الكتالوني روبرت ليفاندوفسكي، 75 جول في الويفا شامبيونز ليج. هذه كرة جنابري ترتطم بالعارضة، واستعراض المتحدي البولندي ليفاندوفسكي. 3-0 يا سادة في قلب الكامب نو لبايرن ميونخ، ماكينة بافارية ذهبية. الثلاثي المرعب على رأس قائمة سان جيرمان لمواجهة بروج. أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان قائمة فريقه لمواجهة كلوب في بروج في دوري الأبطال أوروبا، ويستضيف بروج نظيره.